Everyday Heroes. حركة هوليودية كانت السبب في إحباط الاعتداء المسلح على البرلمان الكندي. في بلد آمن مثل كندا وقف رجل لينقذ الآخرين. كيفن فيكرز البالغ 58 عاما شرطي متقاعد ورقيب متواضع يعمل في البرلمان الكندي وقد كرم لموقفه البطولي بعد أن أحبط الاعتداء المسلح الذي قام به المتجاهد مايكل زيهان بيبو الأسبوع الماضي أمام البرلمان الكندي. وحسب شهود فإن فيكرز كان على شرفة مكتبة البرلمان ولدى سماع صوت إطلاق النار حمل مسدسه واتجه لتفقد الوضع. بعدها استفسر عن مكان المسلح المغير فانسل إلى المكان الذي يحتمي فيه بيبو ليقوم بعدها بالانقضاض وإفراغ مسدسه بالمتطرف المذهول. أصيب بيبو عدة مرات وسقط أرضا. قام بعدها فيكرز بالمشي نحوه موقعه وكأن شيئا لم يكن ولقم مسدسه في حال كان الخطر ما زال محدقا. لقد كرم مجلس الوزراء والرئاسة البطل فيكرز لعمله الشجاع. لابد أن بروس ويلز فخور فيك يا فيكرز.